هل أتاك حديث واد يجري؟ وهل بلغت ناظرك صور المطاعم العائمة؟ إنها قصة شباب ببلدية زيما صنعوا أحلى صور الصيف. الزبائن كانوا يضمنوا لنا ويقولوا لنا حبينا نديروا طوبل فوسمو في الماء. إبا جاتنا الفكرة باش نعمو كيما يقولوا نحبطوا طاولات ماشي طاولة واحدة. وهكذا كتشوف هاي الحالة نقية. حاجة تقليدية بسيطة. ما كتجيروش على السواح تاعنا لي بري معقولين قاعده لا كلاس في الواد. طاولات صففت، يقال ان سر الشهيه ليس في اطباقها بل في شعور فريد يكفي لاشباع كل حواسك الجائعه. الاكل في الماء تحس روحك شغل، تحس بالحريه، تحس روحك راك فري، راك طاير في السماء. عجبنا المنظر هكا، رجلينا في الماء، الحوت يمشي تحت الماء، الجبال الاخضر. جبل وواد وطبق اعتلى الماء، انها لوحه تستفز. والله هي جلساتي لا تقدر بثمن، يعني والله رائعة جدا. أرجلي في الماء تجري والجسم في الهواء يهوي، فلا أهوي لك هواء أكثر من هذا. هو وادي الكهوف العجيبة بمطاعمه العائمة، الصورة التي لم تغب عن هاتفي كل من زار المنطقة هذه الصائفة، تاركا إمضاءه صيف الكهوف العجيبة.